اهلا بك يا شباب في فيديو جديد وحلقه جديده من كورس الخوارزميات وهياكل البيانات وسي بلس بلس. فيديو النهارده هنكمل الانهيرتنس في الاوبجكت اورينتد، فخلونا نبدا على طول ويلا بينا. النهارده هنخش في تفاصيل اكتر عن الاوفر رايد. اول حاجه زي ما هنكمل على المره اللي فاتت، معانا انهيرتد كلاس وده الانهيرت بالطريقه العاديه. هنبدا نعمل فانكشن، هي بالظبط السيت ماكس سبيد، وهتاخد نفس الكلام بالظبط زي اللي في البيرنت، ونشوف تأثير الكلام ده هيبقى عامل ازاي. بس هنا الطيارات مثلا زي ما قلنا هي المفروض تبقى اسرع من 300 عادي، فهنخليها 1000. هي بس كتبناها هنا 100 كحركة ثعبانية مننا، بس هي بتتنفذ كأقصى من 1000. طيب بعد كده هنخلي الماكس سبيد تبقى بروتكتد، لان ما ينفعش تبقى برايفت. طبعا قلنا برايفت مش هتتشاف في الانهيرتد كلاس، فالبروتكتد هي الوحيده اللي هتنفع هنا. حرن الكود هنلاقيه قال الماكس سبيد 0، يبقى هي لسه على الكود القديم بتاع المره اللي فاتت. هنبدا نعدل فيها بس. انا بس هنشيل النال دي بشكل مؤقت عشان نشوف الاوتبوت الفعلي كان ايه. هو ظهر ان هو 350 بالفعل عادي خالص. يبقى كده الفانكشن بتاعتنا عملت اوفررايد بشكل صحيح. طيب هنبدأ نعمل اوبجكت تاني عن الفيكلز او البيرنت، يعني هنسميه مثلا في فيكل. فعايزين نشوف الفرق بينه وبين ده فعلا. لما بننادي البيرنت ما بيحصلش مشاكل مثلا، ولا الدنيا بتمشي ازاي والكلام ده. هنظبط بس شكل الاوبجكت، هنخليه هو المعمول له كل مرة. هنشيل اللين لان كلاس فيكل مفهوش لين، و هنجرب نرن بالشكل ده. هنلاقي ان مفيش تغيير. ليه؟ لان احنا هنا نادينا على بلين برضو. طب هنجرب نرن على فيكل، يعني هنقول الفانكشن اللي في اوبجكت فيكل. هنا هنلاقي ان التانية ادتنا ايرور، قال ان هو مينفعش تعدي سرعة 300، لكن الاولى عدت عادي، الطيارة عدت عادي. فكده احنا عرفنا نعمل اوفررايد على الفانكشن، عشان مثلا الطيارة فعلا ممكن تكون أسرع من الطبيعي من 300. طب نخلي دي 100، ساعتها هتقبلها هي كمان عادي. فهنلاقي إن الكود اشتغل ومفهوش أي مشاكل، عشان دي سرعة 350 للطيارات عايز لغاية 1000، والتانية لغاية 300 بس آخر. طيب هنعمل كلاس تالت عشان نشوف الاوفررايد بشكل اكبر. هنقول كلاس ده كايت، كايت اللي هي طيارة ورق. هنا كده بنعمل برضو انهيرتنس، هنعمل انهيرتنس من فيكلز ومن، يعني من كلاسين مع بعض، من بلينز. هناخد نفس الشكل ده، بس هنا هتظهر لنا مشكلة هتخلينا ما ينفعش نعمل. ايوه هي الايرور اللي ظهر لها هنا، ما ينفعش نغير في حاجة وهي موجودة في كلاسين مع بعض. يعني المفروض كانت الكلاسين ما يبقى لهمش حاجة متداخلة. يعني ابسط حاجة هنا ان احنا نشيل الاوفررايد من بلينز، من كلاس بلينز، او نشيله خلاص من الكلاس الجديد اللي احنا لسه عاملينه.
نيجي هنا هنعمل الأوبجكت الجديد من الكلاس الثالث بتاعنا الطيارة الورق. وهنا هنظبط سرعتها تكون 250، وهنا هنلاقي ان هي ليها لين، ولين ده جاي اصلا من بلين، فهي كده بانت حتة بس ان هو ينفع يتورث بشكل تاني، ان هو ده ياخد من ده ياخد من ده، او ده ياخد من ده او ده، فالطريقتين في التوريث ينفعوا. لكن هو هنا بس مدينا شوية مشاكل بسبب ان الكلاس الاول برضو كان وارث من الكلاس التاني، فهنشيل بس فيكل هنا، هنخليها معتمدة على بلينز بس، هنلاقيها ظبطت معانا. وده الشكل التاني من اشكال التوريث. الشكلين هيظهروا برضو دلوقتي، هنلاقي النتائج الاولى عدت عادي زي ما احنا عاملينها، التانية عدت عادي، التالتة قال اخرك 200 اللي هي سرعة الطيارة الورق مثلا، فهنخليها احنا 199 اقل من 200 بواحد. وهنلاقي التلاتة عدوا عادي خالص. بس كده يا شباب، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش تشوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، وتستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جاية، واشترك في القناة عشان ما تبقاش من الهواة.